نصلي في المدرسة في قسم الأقسام، يصلي معنا معلم موسيقى، وجاء يوم أراد أن يصبح إماما وصليت خلفه وارتبكت لعدم الراحة، فبحثت في اليوتيوب عن الإمام الفاسق ورأيت أنه لا يقدم، فهل أصلي خلفه؟ عندنا قاعدة عند أهل العلم تقول من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، هذه قاعدة، إلا المرأة مع الرجل. فقضية الإمام إمامة الفاسق بشكل عام الصلاة صحيحة، الصلاة صحيح، لكن مثل هذا لا يقدم، يقال لا تقدم، لكن لو جيتهم قاعد يصلون صلوا وراء ما يضر، الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. فننتبه لهذه الأمور، الله المستعان.